بصراحة في حاجة مش مرتاحة لها يا أستاذ راتب، ومحتاجة أفهم منك بالظبط. خلاص بقيت أستاذ راتب، ما بقتش أونكل. أنت بقيتي بتعامليني رسمي قوي يا شمس. بجد مفيش وقت للكلام ده، أنا محتاجة أفهم منك كل حاجة بالظبط. على حد علمي إن بعد الحكم الأولاني كان المفروض يفوت شهرين ونقدم النقد، والوقت عدى بكتير وحضرتك ما قدمتش أي حاجة. ليه؟ بتشككي فيا؟ بعد السنين دي كلها اللي بخدم في والدك تتهميني بإني ضيعت ميعاد النقد؟ ممكن حضرتك تشرح لي بدل التأنيب اللي ملوش لازمة ده؟ القضية يا شمس زي ما قلتلك فيها بعد سياسي، في ناس بتنتقم بتصفي حسابات مع نور بيه. يعني ايه بعد سياسي؟ ومين الناس دي اللي بتنتقم من حد متوفي؟ وايه اللي بيعملوه يعني علشان ينتقموا منه؟ ايه تأثيرهم اصلا على القضية؟ انا مش فاهمة حاجة. ارجوكي افهميني، انا لو قدمت النقد في التوقيت ده كان هيترفض، وده اخر مرحلة في التقاضي، يعني الحكم كان هيبقى بات مش هنقدر نطعن عليه. وايه الخطوة اللي حضرتك ناوي تعملها بعد كده؟ ارجوك فهمني علشان مظلمكش. انا هحرك الدعوة قدام محكمة مدنية، وهطالب الحكومة باسترداد ثروتها، ولو الحكم صدر لصالحنا هيبقى في تناقض بينه وبين الحكم اللي اصدرته المحكمة الجنائية، والتناقض ده يخلينا نقدر نطرح القضية قدام الدستورية العليا، وفي الحالة دي انا واثق اننا هنكسب القضية. انا مش فاهمة حاجة خالص، مش فاهمة. بالطبيعي انك ما تفهميش لانك مش محامية. حتى المحاميين معظمهم ما يعرفش ياخد الإجراء ده. صدقيني يا شمس، أنا ماليش أي مصلحة في إني أفوت موعد النقد. يعني حضرتك واثق من اللي جاي؟ إن شاء الله كل خير. صباح الخير. معنون. هي كويسة؟ الحمد لله. شكرا. أسيبكم لوحدكم أنا. تيتا. تيتا انتي كويسة؟ فيكي ايه؟ صدق الله العظيم. والله العظيم خضتيني عليكي. بقى يا سلمى لازم اكلمك وابعتلك عشان تيجي؟ ده كلام برضو؟ اكيد لا يعني. وبعدين انا كنت عندك من 3 ايام، وانتي عارفة ان احنا مقسمين الزيارات، انا وشمس ومري عشان شغل البيت والصيدلية. ما انتي عارفة يا تيتا. ربنا ما يحرمني منكم ابدا، بس انا كنت عاوزه اكلمك في موضوع. انتي تأمري يا تيتا. خير قوليلي. في واحد زميلك في الكليه جه مع يحيى زارني. حازم اللي طردتيه من البيت. تيتا انا ما طردتوش، انا قلت له ان هو ما ينفعش يجي يتقدم في ظروف زي دي، وبعدين هو اصلا جه من غير ما يقول لي. انا اتفاجئت يا تيتا. ويعني ايه يجيلك المستشفى؟ يعني بجد الموضوع بقى مستفز. بتحبيه؟ ايه تيتا الكلام ده؟ لا يعني انا مش بفكر يا تيتا في الحب وكده، وبعدين الظروف اصلا مش بتحبيه يا سلمى. شوفي بقى مفيش حد فاهمك قدي، على طول حاطه الدنيا فوق دماغك وتفضلي مصلحه الكل عن مصلحتك. بس يا بنتي ما ينفعش في الموضوع ده تعملي كده. ما بقيتيش صغيرة يا سلمى، وده قرار يا بنتي لا أنا ولا أخواتك نقدر نجبرك عليه. أنا بس يا تيتا شايفة إنه لا الظروف ولا الوقت مناسبين. ظروف إيه؟ لو هتستني لما تبقى الظروف مناسبة هتستني العمر كله. اسمعي كلامي يا بنتي، أنا شايفة إنه شاب مهذب ومؤدب وابن ناس. طيب بصي، هو يعني هو انا بصراحه يعني مستريحه له، بس ايه تاني؟ مش عارف، خايفه اوافق يا تيتا. ليه؟ وفي نفس الوقت خايفه ارفض. كويس ان لقيتك لسه ما مشيتش. هقعد هنا. ها اقعدي. عايزه ايه يا روشاني؟ معايا امر بالقبض عليك. ومعاكي اذن نيابه من مره ولا ايه؟ لا، معايا اذن اهم من النيابه، شمس شخصيه. لازم بالويف يعني؟ ايه الويف ده؟ ما علينا، عايزه ايه شمس؟ مالها؟
بتقولي عدي عليك اخدك بعد المدرسه ونروح مع بعض عند تيتا في المستشفى. ليه؟ مش عارفه، قالت لي عشان الموضوع اللي كلمتك فيه امبارح. وما تساليش ايه الموضوع لان اكيد اكيد ما اعرفش. ايوه يعني، بس ليه؟ اشمعنى يعني المستشفى؟ اعتقد يعني الموضوع ما ينفعش الكلام فيه الا في وجود تيتا، وبعدين سلمى ويحيى قابلونا هناك. انا مستغرب الطريقه والمكان يعني، بس اوكي. بس نعدي نجيب ورد بقى قبل ما نروح. خلاص بينسور، بس بسرعه عشان ما يتاخرش. بينسور؟ بينسور. طيب بس بجد يا مريم، بجد بجد انت بقيتي سفاحه فرنساوي فعلا. والنبي والنعمه، ده انت مفيش كلمه فرنساوي لما بتدمريها تماما. يلا. يا بنتي يا حبيبتي ما توجعيش قلبي، عايزه رد اقوله لحازم ولا لا؟ بصي يا تيتا، هو كويس بس انا خايفه من ايه؟ عشان بس تبقي فاهماني، انا خايفه ان هو يطلع زي بقيه الرجاله والاقيه بقى مقعدني في البيت اربي له العيال واجمع له باميه، وانا الجو ده مش دماغي. يا حبيبتي الحاجات دي ممكن تتفقوا عليها بعدين، امال هي الخطوبه معموله ليه؟ تفتكري كده يعني يا تيتا؟ يلا يلا اتكلي على الله وقولي موافقه، خلينا نفرح يا بنتي والسلام اللي احنا فيه ده. ماشي. موافقه يا تيتا. مبروك يا حبيبتي، مبروك. لو ما كناش في المستشفى كنت زغرات. الله الله عليك. مبروك. الله يبارك. ايه ده؟ يعني حصل صح؟ وبسم الله الرحمن الرحيم عليك الليله. لا 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 لا، عرسنا زن كعيل العز. يلا سيبينا نفرح، ده ليله عيد وفرح اختي على المعيد. ميرسي. هو انت مفيش مره هتعرفني ان انت جاي؟ يعني كنت هتعملي ايه يعني يا زن؟ لا يعني بس مره جيت شفتني بلبس البيت كده وبشبشب دلوقتي يعني. لا 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 ما تقلقيش، زي القمر في لبس. الله كده. والله العظيم والله العظيم ثلاثة، أول مرة في حياتي أشوف سلمولي مكسوفة. سكر يا يحيى. أهلا ديما. أهلا مريومة. هشام. أهلا هشام، كويس إنك جيت. عقبالك يا بنتي. الحمد لله على السلامة. الله يسلمك. الله يبارك. أوعى تكون قريت الفاتحة من فين؟ أنت حافظاها أصلا. ما هي سلمى اللي كنت بكلمك عنها، سلمى خلاص وافقت انها تتخطب لحازم. الله حلو قوي الوقت. اتفضلي. الله ميرسي. بجد ميرسي جدا يا مستر هشام، وفرصه سعيده ان انا اتعرفت بحضرتك. يحيى اخو العروسه. طب يا اولاد ما دام اتلمينا كلنا كده نقرا الفاتحه. توكلنا على الله. ماشي يا تيتا، بس بشرط مفيش اي خطوبه لما تيتا تخرج بالسلام. وانا عن نفسي طبعا موافق. عشان انت اللي توزعي الشربات يا قمر. طيب يا حبيبتي يلا بسم الله الرحمن الرحيم. مبروك يا ولاد. طب بسم الله الرحمن الرحيم. اختي بتتجوز. في عيانين هنا يا زكي.